إلى الكرة الأوروبية، ما أخبار اللاعبين المغاربة الممارسين هناك؟ بالفعل جوهرة، فقد قال المدافع المغربي زهير فضال المنتقل حديثا لفريق ليفانتي، قال إنه سعيد باللعب في الدوري الإسباني أحد أفضل الدوريات في العالم، مضيفا بأن حمل القميص الوطني حلم يراوضه باستمرار. فضال 26 عاما والمولود بمدينة تطوان، بدأ مسيرته الرياضية مع فريق المغرب التطواني قبل أن ينتقل مع عائلته لإسبانيا وهو في سن السادسة، ثم جاور عددا من الأندية في درجتين الثانية والثالثة قبل أن يعود للمغرب في شتنبر العام 2012، حيث حمل قميص فريق الفتح الرباطي ليشد الرحال بعدها لإيطاليا لمجاورة فريق بارما ثم سينا فباليرمو. وفي الشهر الماضي عاد فضال لإسبانيا بعد أن وقع عقدا لثلاث سنوات مع فريقه الجديد ليفانتي. فريق ليفانتي فريق اللي كيتضارب على باش يعني نبقاو في بريمير ديفيزيون، حيت صراحه فريق مزيان، فريق الثاني ديال مدينه فالنسيا، ولكن خدامين مزيانين، والصراحه كنظن بان الهدف ديالنا هذا العام هذا هو نوصلوا لنا 42 نقطه ان شاء الله. المدرب عرف لي كاليتي ديالي، ماشي حيت خصني نزيد نبيان ولا ما نبينلوش، يعني هو عرف الحاجات اللي نقدر نعطي ليكيب ناسيونال، وان شاء الله الهدف ديالي هو اللعب ماكسيموم ديال الماتشات هنا في ليفانتي ونكون في مستوى ان شاء الله يكون خير، وكنتمنى نكون في ليكيب ناسيونال، وحنا محتاجين الجماهير المغربيه باش نقدروا نكونوا واحد المستقبل بلادنا ونكونوا في النيفو الطوب ديال الافريقي كيف ما كنتمناو كاملين بينا.